من العاصمة أبو ظبي اليوم إطلاق مجموعة استثمارية وشركة إماراتية جديدة نتيجة عن دمج عدد من العلامات التجارية في السوق المحلي. هذا الإطلاق اليوم الذي شهده مسؤولين مختصين رجال أعمال وعدد من وسائل الإعلام في العاصمة أبو ظبي، تفاصيل أكثر حول ما هي هذه المجموعة وماذا تضم وتطلعاتها ينضم معنا في هذه اللحظات سعادة نهيان العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير. نرحب فيك وتفاصيل هذه المجموعة الإماراتية التي أطلقت اليوم. شكرا أولا على الاستضافة. اليوم نحن سعداء ومتحمسين أيضا لإطلاق مير. مير هي شركة أنشئت من 4 مؤسسات خدمت المجتمع المحلي على مدى 4 عقود متتالية، وترتكز على 3 محاور رئيسية اللي هي سوق التجزئة، حيث مير تمتلك حاليا 120 منفذ للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الذراع العقاري يدار عن طريق شركة مكاني، وهي شركة أيضا معروفة في مجال المولات والمولات المجتمعية. وأيضا المحور الثالث اللي هو التصنيع الغذائي. اليوم بالنسبة للمشاهدين، هذه المجموعة عبارة عن دمج جمعية أبوظبي التعاونية، العين التعاونية، جمعية كذلك الظفرة ودلمة. تطلعاتكم وماذا سيحدث لهذه العلامات؟ طبعا نحن اليوم نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في السوق المحلي اللي هو الإمارات، وأيضا نتطلع إلى التوسع في الدول الإقليمية وأيضا العالمية إن شاء الله على المدى المنظور. الدمج في علامات طبعا تجارية أجرينا فيها تحليل، وتم اختيار 3 علامات تجارية بعناية اللي هي أدكوب وأيضا سبار، وهي علامة تجارية أوروبية ودولية مملوكة لمير وكوبس. هذه إذن العلامات والأسماء ستحل محل الأسماء الجديدة للجمعيات اللي هي جمعية أبوظبي والعين والظفرة ودلمة، وستكون إن شاء الله مجموعة استثمارية إن شاء الله تتوسع خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى التصنيع. نعم. مير من ضمن أهم ركائزها واهتمامها اللي هو منظومة الأمن الغذائي الوطني، واستثماراتنا متركزة على هذا الأساس اللي هو منافذ البيع وقطاع التصنيع الغذائي وأيضا المولات والمراكز المجتمعية.